المهدي كي داير السوق هاد النهار المهدي؟ كيف سوقتو هادي كلشي مزيان اليوم اخوتي غادي تشوفوا معنا الاثمنه ديال السوق اللي كاينه حاليا بخوات جديده انتم دعمونا باللايكات وبالبارطاج وغتشوفوا معنا الا الجديد ان شاء الله وتحياتي لكم. ماما يسير اخوتي كيكو اخويا عزوز كيكو اللي عنده عنده الطنوبي اللهم يسير. شحال باش مشات هادي اخويا السي محمد؟ الله يسخر لمواليها 2500 درهم. دعمونا اخوتي باللايكات الله يجازيكم بالخير. والسلعه ديال الاطلس هذا السيد هذا الله يسخر له هو ولدو 2500 درهم. ودعمونا باللايكات شوفوا معنا الا الجديد. شوفوا اخوتي العزاز واحد الخرفان صراده ملاح زويونين الله يسخر لمواليهم. دورة تباعو ب 50000 ريال اخوتي 1500 درهم الواحد. ها انتوما الله يسخر لمواليهم ودعمونا باللايكات ومرحبا بكم في قناة المهدي جزار من مدينة مكناس. ودعمونا باللايكات وما غتشوفوا معنا الا الجديد وكنقربوا لكم الاثمنة ديال السوق وتحياتي لكم. صباحكم مبروك من سوق واد جديدة اقليم سبهيون وتحياتي لكم صباحكم مبروك. تعطاوك عمي الله يسهل عليك 30000 الله يسخر لك 1500 درهم اخوتي العزاز. وديما تنقربوا لكم الاثمنة ديال الكبش عيد الاضحى ودعمونا باللايكات وما تشوفوا معنا الا الجديد وتحياتي لكم. تبارك الله خوتي واحد السليعه ديال السليعه ديالنا واحد الوجده نجيبو لكم اخوتي الثمن الحقيقي ديالها. ما عطاوكش اخويا السي محمد شنو عاطيني قال ما عاطيني في 62 اها هذا عاطيني في 60 تبارك الله هذا معطيه فيه 54000 ريال وهذا شحال قلتي؟ هذا عطيني هو في 60 اها وداك اللي وجهه كحل هذا اه هذا عطيني في 60 تبارك الله الله يسخر لك اخويا الله يسخر لك سنان الحليب ياك 62000 كاين 62000 الله يسخر لك اللهم يسير اخويا العزيز ودعمونا باللايكات وتنقربوا لكم الاثمنه اخوتي ديال كبش عيد الاضحى. انتم دعمونا بالبارطاج الله يجازيكم بالخير وتنشكروا الناس اللي كتساعد معنا حتى في التصوير. شكرا اخويا العزيز شي واحد السلعه خنيفريه نفس السلعه اللي صورناها الصباح تباعت ب 1500 درهم اخوتي هي هذه السلعه وتا هذه غنجيب لكم الثمن ديالها الحقيقه اخوتي. انتم دعمونا بالبارطاج وباللايكات وحنا ديما غتشوفوا معنا غير الجديد والثمن الحقيقي. وتحياتي لكم جميعا تنحييكم من هذا المنبر هذا. وكنتواجدوا حاليا في السوق الاسبوعي ديال سبعيون ومرحبا بكم اخوتي العزاز. شنو عطاوكم اخويا السي محمد هنا؟ عطاونا 45 جمله عطاو فيها 2300 درهم وبشحال طلبتي فيها انت 50000 ريال ياك؟ تبارك الله عاطينهم 50 في التفراد وعاطينهم يعني بالتفراد يعني بالواحد فهمتيني يعني بالواحد وبالجمله عطاوهم 46000 ريال. انتم دعمونا اخوتي بالبارطاج وتشوفوا معنا غير جديد وتحياتي لكم من قناه المهدي الجزار من مدينه مكناس. تعجبني اخوتي هاد السلعه هادي غلم حمراء اخوتي واحد الخيرات فرديه
دعمونا اخوتي باللايكات، وحنا ديما تنقربوا لكم الثمن ديال الحولي ديال العيد. ما عطينك والو، 45000 ريال عطينا، 45000 ريال الله يسخر له، الله يجيب له التيسير. هانتوما اخوتي ديما تنوضح لكم السليعه، هادو راه غيكونوا يسنا الحليب هنا ولادنا يا كاع. نجيب لكم الثمن ديال الحولي تبارك الله ما شاء الله اخوتي. ما عطاوكش يا اخي سي مهند؟ عطيني 121 تبارك الله، فيهم بجوج 121 الف ريال تبارك الله. سالوه اثنين غاتنايا تبارك الله، الله يسخر لك، الله يجيب لهم شي دار زينه. ثم سمعتوا اخوتي الثمن، هما يسير 121 المليح، هاد الزرواني تيدير غير المليح تبارك الله. 121 الف ريال عطينا في هاد الجويجات اخوتي، وراه هما غير تنايا تنايا ياك، هما غير تنايا يعني عماين. هانتوما اخوتي تبارك الله المليح والاصل، الزرهوني ديما تيجي بالمليح، لا في السوق د مكناس ولا في السوق ديال سوريا. ومرحبا بكم اخوتي، ودعمونا باللايكات وبالبارطاج في قناه مهدي الجزار من مدينه مكناس. ديما كنقربوا لكم اجواء السوق. ومرحبا بكم اخوتي العزاز، اللهم يسير. خوتي العزاز، نجيب لكم الثمن ديال دوك الجويجات، خرفان ديال وجده. هانتوما شوفوا الوجيه ديالهم كي تيكون داير. هانتوما ما عطاوكش يا اخي محمد فاو؟ عطاوني ستة وستين تبارك الله، بجوج ثمن واحد، ستة وستين 3300 درهم الواحد اخوتي. ها لا شربت 3300 درهم الواحد اخوتي. هانتوما شوفوا الثمن الحقيقي اخوتي من السوق ديال واد جديده الكناس. هما خوتي العزاز، دعمونا باللايكات وبالبارطاج، وتشوفوا معنا غير جديد ان شاء الله في هذه القناه المتواضعه ديال قناه مهدي الجزار من مدينه مكناس تبارك الله. شنو عطاوك اخويا محمد هنا؟ 48 تبارك الله، 48 الف ريال. واخا اخويا 4000 و 400 درهم معطيها فيه ياك. السن شنو قلتي يا خويا؟ غيتني اللهم يسير. وشحال تطلب فيها خويا العزيز؟ 54 اللهم يسير. هانتوما اخوتي راه خروف زين تبارك الله، الله يسخر المالي ويجيب له شي دار زينه. شكرا لك اخويا العزيز.